مرحبا، أنا جنان. اليوم راح أسوي سلطة الحلبة، ومثل ما تعرفون فوائد الحلبة كلش هواية. راح أخذ شوية من الحلبة وأزرعها، وقسم أنقعها بالماي البارد يوم كامل، وثاني يوم أغسلها وأصفيها من الماي وأغطيها بقطعة قماش يكون لونها طوخ غامق مثل أسود نيلي، وكل يوم أغسلها وأصفيها وأغطيها إلى أن نوصل الحجم والمستوى اللي نريده. وزرع الحلبة أخذ 3 لـ4 أسابيع. أغسلها بماي بارد. وهسه راح احضر الصوص مالت السلطه، وهو حبوب الخردل وحبوب الحلبه. راح اطحنهم بالهاون. وراح استعمل قشور الليمون وعصير ليمونة واحدة. وهسه راح اضيف مسحوق الحلبة والخردل على عصير الليمون وقشور الليمون، واكيد رشة ملح راح تكون وياهم بالحفلة. وخلي تكون رشتين ملح اطيب.
وشوية من خل التفاح وشوية من زيت الزيتون. والخضروات اللي راح استعملها لهاي السلطة هي الفلفل البارد والفلفل الحار وبصل أحمر. وكمان راح استعمل كمية زينة من الجرجير. وهسه راح اضيف براعم الحلبة. راح اخذ شوية من الحلبة زرعناها واخيرا راح اضيف الصوص اللي حضرناه من حبوب الخردل والحلبة والليمون وقشور الليمون ورشتين ملح. إضافة الصوص عند التقديم.